مع اقتراب عيد الأضحى تظهر مهن موسمية تزدهر في مثل هذه المناسبات، لكنها تزول بمجرد انقضائه. مهنتنا لهذا اليوم الفاخر. قلت لك بالنسبة للفاخر والطواجن وهادشي، حنا كنديرهم غير مناسبات ديال العيد، جلبانة بالنسبة تيقولوا ليه حفلات ديال الخروف للبيع وداكشي، فندق الخروف تلقى اقبال كبير اصلا بالنسبه للعيد الكبير. الفاخر في امتى كيتباع؟ في العيد الكبير، اما شي حاجه اخرى ما غيكونش يتباع، قليل. تنفضلوا ناخذوا الفاخر مع دول دربنا، هذه مبادره تكون من العام لعام، تنفضلوا ناخذوا مع دول دربنا على هذوك صحاب التخطيط يكونوا جيدين الثمن اكثريه دابا. هذا ولد درباني اللي ربح معاك راه تكون مبادره مره في العام والله يعاونهم. ثمن الفاخر يتراوح ما بين 8 و10 دراهم، ولكنه يزداد مع اقتراب يوم عيد الأضحى. على حساب 8 دراهم 10 دراهم شي ما بقات كما قالت. دابا تقريبا يكون زاد شويه حيت تلقى اقبال كبير، وراه حتى حنا تناخذوا داكشي غالي شويه ضروري. هذه مناسبه خاص تضرب في يدك شويه، لا تقريبا نفس الثمن ديما تيكون في فصل الشتاء وداكشي تيكون خفيف، ولكن تيكون فصل ديال العيد الكبير وداكشي تيكون تزاد شويه مناسبات حتى ليلة العيد عاد تيكون اقبل بزاف. تقريبا واحد 3 ايام تيكون عاد تيبدا يتنافد عليه بزاف، هي وجلبانه فاخر وجلبانه. هي مهن موسمية إذن تعفي الشباب من شبحي البطالة وتوفر لهم بعضا من المدخول يغطي احتياجاتهم.